بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. يتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم تحيي نساءهم. إنه كان من المفسدين. إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فإذا خفت عليه فألقيه
Thank you.
يرونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ولما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي قال هذا من عمل الشيطان. قال هذا من عمل الشيطان. إنه عدو فاغفر لي فغفر له. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر
فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور فلن أكون ظهيرا للمجرمين قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي تنظره بالأنف يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين قال له موسى فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض كما قتلت نفسا بالأمس تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين إن تريد إلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى وجاء رجل من أقصى المدينة
المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل قال عسى ربي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ولما ورد ماء وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان وجد عليه أمة قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير قالتا لا نسقي حتى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال فسقى لهما ثم تولى
الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقال رب فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء قص عليه القصص قال لا تخف فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين إحدى بنتي هاتين على تأجرني ثماني حجج إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك وما أريد أن أشق عليك ستجدني صالحين ستجدني إن شاء الله من الصالحين
قضيت فلا عدوان علي. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة شجرة. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة في البقعة المباركة من الشجرة شجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى عصاك. وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى
فاقبل ولا تخف يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا قوما قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون قال رب إني قتلت منهم نفسا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني وأخي هارون هو أفصح مني لسانا إني أخاف أن يكذبون إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا
قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قالوا ما قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. وقال موسى ربي بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. إنه لكم من إله غيري. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. فأوقد لي يا مال على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. لعلي أطلع إلى إله موسى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فأخذناه وجنوده فنبذناهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في مدين تتلو عليهم آياتنا وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك وما كنت بجانب
بالطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لعلهم يتذكرون لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ولولا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفوا بما أوتي موسى من قبل أولم يكفوا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا بكل كافرون قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه
معه إن كنتم صادقين. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما
رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمت لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن كم من بعدهم إلا قليلا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وكنا نحن الوارثين وما كان رب
ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا حتى يبعث في وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما كنا مهلك القرى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما أوتيتم وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا قال الذين حق عليهم القول ربنا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون تبرأنا
شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى وربك يخلق ما يشاء ويختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو. وهو الله لا الحمد في الأولى والآخرة. له الحمد في الأولى والآخرة. وله الحكم وإليه ترجعون. وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة
إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ أفلا تسمعون؟ أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ أفلا تبصرون؟ أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إن
طاعون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون قال الذين يريدون
حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ولا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فما كان له أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. ويكأنه لا يفلح الكافرون. ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والعاقبة
له خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وما كنت ترجو فلا تكونن ظهيرا للكافرين فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.